عملية الإصلاح سيكون لها العديد من الفوائد. أول حاجة بطبيعة الحال أوضح دولة رئيس الوزراء أن الطروحات المختلفة حققت من خلال التخارج سواء كليا أو جزئيا من 14 شركة حتى الآن ما قيمته 5.6 مليار دولار. أوضح كمان دولة رئيس الوزراء أنه عملية الطروحات بيتم التعاون فيها مع مؤسسة التمويل الدولية باعتبار أن مؤسسة التمويل الدولية هي المستشار الاستراتيجي للحكومة في مجال الطروحات، وبالتالي أنه مؤسسة التمويل الدولية درست وضعية الـ 14 شركة، وهناك المزيد من الشركات الأخرى الجاري دراستها وإعداد دراسات بشأنها لطرح مزيد من الشركات 50 شركة أخرى، مع التأكيد على أنه نحن نتحدث عن 4 مجالات أساسية أو 4 قطاعات أساسية اللي هي المطارات، الاتصالات، البنوك، التأمين. طيب هنا بقى نقطة مهمة جدا في مسألة المطارات، هل بدأ بالفعل التقدم بعروض على مسألة إدارة المطارات؟ يعني مازال الوضع حاليا مازال الوضع خاضع للدراسة، وبطبيعة الحال عندما يكون هناك قرار معين فيما يتعلق بأي مطارات أو أي مشروعات أو قطاعات أخرى سيتم إعلانها مثل ما تم اليوم، لكن المؤكد أنه الهدف من سواء المطارات أو القطاعات الأخرى هو نقل الخبرات وتطوير كفاءة الإدارات ونقل أحدث أساليب الإدارة على المستوى العالمي إلى القطاعات المصرية وتحقيق نقلة نوعية. لأنه هنا حضرتك في نقطة مهمة أنه الطروحات كما ذكرت بتهدف ليس فقط لزيادة كفاءة أصول الدولة وزيادة العائد منها، ولكن هناك أيضا فوائد أخرى متعلقة بزيادة التوظيف، زيادة العائد الضريبي من خلال زيادة أنشطة تلك الأصول، وبجانب طبعا جذب استثمارات أجنبية. يعني جذب استثمارات أجنبية ده سيعود على الدولة بفوائد كثيرة، وكما ذكر دولة رئيس الوزراء أنه حتى الآن من خلال 14 شركة استطاعت الدولة تحصيل 5.6 مليار دولار، بجانب أنه المشروع اليوم كما ذكرت سيتم ضخ فقط من مشروع اليوم خلال الفترة المقبلة خلال الأسابيع المقبلة 800 مليون دولار.